بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناتي قناة لايفز أوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة. النهاردة هنتكلم مع بعض عن انتصاب أذن الكلب. طبعا من الحاجات المهمة أن أنت تشوف الكلب بتاعك ودانه مفرودة، وخصوصا أنواع الجيرمان شيبرد. في ناس سألتني، أنا كنت عامل حلقات موجودة على القناة في تدريب الكلب البلدي، كانت ودانه انتصبت. طيب إزاي ودان الكلب ده انتصب؟ طبعا التغذية من الحاجات المهمة جدا والأساسية في ان الكلب يكون صحته كويسة، وكمان النمو بتاع كل حاجة في جسمه بتكون سريعة. طيب انت بتأكل الكلب ايه؟ انا بالنسبة لي يعني يمكن الوجبات اللي انا بعملها للكلب بتاعي جايز تكون بعض ناس هي بتعملها بنفس الطريقة، وفي بعض ناس بتأكل الكلب بطريقة تانية. انا علشان كده في الحلقة دي انا هقول انا بأكل الكلاب بتاعتي انا بأكلها ازاي. طبعا الكلب البلدي ودانه انتصبت لسبب معين. انا كنت بجرب فكرة ان انا اجيب علب اللبن اللي هي بتاعت البيبي لاك بتاعت الاطفال، وكنت بديله منها في الفترة اللي هو كان عندي فيها، هو لسه جرو صغير. انا كنت جايبه هو كان عمره شهر ونص تقريبا. بداية الشهر ونص ده انا بدأت ان انا اديله لبن من بتاع الاطفال البودرة، علبة اسمها بيبي لاك. اكيد في ناس كتير عارفة اللبن ده. اللبن ده كان يعتبر من العوامل اللي ساعدت ان الكلب ده يكون عصبه جامد واذنه تنتصب بدري. علبة اللبن دي هي تقريبا فيها نسبة كالسيوم عالية وفيها فيتامينات كتير، وانا كنت بعملها كتجربة معاه على اساس ان انا اشوف هي هتساعد فعلا في انتصاب الاذن ولا لا. لكن حصل فعلا الموضوع ودانه انتصبت، لكن جت بعد فتره رجعت ارتخت تاني. لكن طبعا الكلب حاليا مش موجود، وناس كتير كانت بتسال هو الكلب راح فين. الكلب ده الحقيقه جه واحد قريبي عندي البيت وشبط فيه واصر ان هو ياخده معاه، وانا اتحركت منه جدا فسبت له الكلب. يعني هو انا كان صعبان عليا، لكن مفيش مشكله، هو راح لحال نصيبه. لكن هي كانت التجربه معاه كانت ناجحه. طيب بالنسبه للجرويه الجيرمان اللي معايا، انا ما استخدمتش معاها اللبن اللي هو البيبي لاك. طب انا عملت ايه؟ الجرويه دي انا جايبها وهي عمرها بالظبط 43 يوم. من الوقت ده انا كنت بديلها دراي فود، لكن مع الدراي فود ده انا كنت بديلها حاجات تانية. يعني كانت هي ضعيفة في انها تاكل عظم الفراخ. عظم الفراخ طبعا صعب على جرو صغير، لانه برضو ممكن يأذيه، ممكن يصيبه في معدته جدا. لكن علشان ان انت تديله العظم ده، العظم ده فيه نسبة كالسيوم عالية جدا، وعلشان ان هو ياكلها لازم ان انت تكسر له العظم ده بأي طريقة. انا كنت الحقيقة بجيب رؤوس الفراخ وكنت بكسرها بشاكوش لحد لما اخليها تبقى سهله جدا انها تتاكل، وكنت بديها للجرويه اللي معايا في كل وجباتها. كانت بتاكل 3 وجبات في اليوم او 4 بالكتير، كانت بتاخد نسبه كبيره جدا من رؤوس الفراخ، مع طبعا الدراي فود ده كان اساسي ضمن الاكل بتاعها في الاربع وجبات. الحاجات دي كلها فيها نسبة كالسيوم عالية وفيها كمان نسبة فيتامينات عالية. البيض كنت بضيفه الصبح، كنت بدلها الصبح يا إما بيضة يا إما 2 مسلوقين، لأن البيض الني بيسبب بعض أمراض أو بينقل نوع من الفيروسات للكلاب. فالأفضل إن أنت تستخدم البيض يكون مسلوق. طبعا الحاجات دي كلها ساعدت في ان الكلبة ودانها تنتصب بدري. تقريبا ودانها اتفردت في عمر شهرين ونص، وزي ما احنا شايفينها دلوقتي كده هي في الصورة ودانها مفرودة. موضوع ان انت تركب دعامات للكلب دي ما تفكرش فيها الا بعد ما يعدي الخمس شهور. حتة ان انا كنت قايل في حلقة تختص اذن الكلب روي اللي عندي، انا كنت دبست له فعلا ودانه بدبوس. الموضوع ده يا جماعه ما ينفعش اي حد يعمله الا لما يكون عنده خلفيه وفاهم هو هيركب الدبوس ازاي في ودن الكلب. لكن علشان ان انت تستغل الموضوع وتفكر ان انت ممكن
تركب دبوس في ودن الكلب كده بسهوله ومش هتاذيه، لا طبعا الموضوع ممكن ياذيه، وممكن كمان يسبب في ان هو يكسر له عصب ودنه ودانه ما تنصبش خالص. علشان تحافظ على ودن الكلب وهو لسه جرو صغير، ما تحاولش ان انت تطبطب على دماغه، ما تحاولش ان انت تمسك له ودانه وتفردها الاثنين تخليهم جنب بعض كده على اساس ان انت عايز تشوف شكله وهو ودانه مفروده ايه، لا ما تلمسش ودانه خالص في الفتره اللي هو صغير فيها لحد لما يوصل عمره 3 شهور. طالما ودانه ما اتلمستش، ما حدش شدها، ما حدش حاول ان هو يجيبها يمين او شمال او اي حاجه زي كده، هي مع الوقت وطبيعه ربنا هتلاقيها اختلفت وبدات انها تنتصب لوحدها وتتفرد خالص، والكلب ياخد وضعيه شكله الجميل ده طبعا بالتغذيه اللي انت بتديها. ملخص الموضوع ان اهم حاجه في انتصاب اذن الكلب هي التغذيه السليمه وزياده نسبه الكالسيوم للجرو من وهو عنده شهرين لحد لما يوصل 4 شهور. طبعا في الفتره دي هتحاول ان انت تضعف له نسبه الكالسيوم، حتى لو هتزود له بدواء شرب اسمه بيديكال، الدواء ده بتاع اطفال، هتدي له منه 1.5 سم على مرتين في اليوم، ده كفايه قوي، هيساعده في انه يبقى فيه نسبه كالسيوم عاليه في جسمه على اساس ان ودانه تبقى تنتصب وتبقى كويسه. ما تفكرش ان انت تربط ودن الكلب الا لما يعدي ال5 شهور. يا رب تكون النهارده الحلقه افادتكم، اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.